في اي قلق موجود في المنطقه؟ في قنابل مثلا بدايه الصنع الشرطه بتكتشفها؟ بس كل يوم على الساعه 1 كده 12 ونص يوسف عباس بيقفل من مظاهرات البنات في جامعه الازهر، تمام، والسادس بيقفل مظاهرات الولاد. بيحصل اشتباكات ما بين الداخليه عند امن الدوله وما بين الاخوان، بس بتقعد حوالي نص ساعه ساعه الا ربع، بتوقف في الطريق طبعا كالعاده، بعد كده بتتفضي يعني. طب انت كأحد سكان المنطقة دي، ده شايف ان ده بيعوق الحياة الطبيعية؟ انا بضطر في حاجة واحدة بس، ان انا جامعتي في عين شمس، لما بيحصل قلق هنا انا ميكروباصات اسرع حاجة. انت كلية ايه عين شمس؟ تجارة فرنش، فبقعد في عباسية اكتر من ساعة ونص او ساعتين، مش حاجة تيجي السابع، تيجي الحياة العاشر، تيجي الحتة دي خالص، مبقاش في كل الميكروباصات بتبقى خايفة من القلق. دي الحاجة الوحيدة بصراحة اللي بتقولي.